دروسك في علم التوحيد يا شيخ محمد لها فعل السحر عند الطلاب. الحمد لله. ألا تجمع هذه الدروس في كتاب حتى تعم المنفعة بهذا العلم؟ أفكر في هذا، ولكن بعد الرجوع إلى مصر إن شاء الله. ماذا تنوي أن تسمي كتابك؟ رسالة التوحيد. على بركة الله. وما هو الكتاب التالي؟ أفكر يا شيخ إبراهيم في الكتابة عن إصلاح نظام التربية والتعليم في البلاد الإسلامية. لابد من وجود منهج واضح وخطوات محددة لإصلاح هذا النظام. لقد حرصت على حضور حلقة الدرس اليوم لأقرض هذه اللوائح التي وضعها فضيلة الشيخ محمد عبده لإصلاح التعليم في الدولة العثمانية وإصلاح التربية في مصر والإصلاح الشامل للقطر السوري. لكن صدقوني، إن الكلمات لا تكفي لشكر هذا الرجل الجليل على هذه الأعمال التي يحتاج إليها المسلمون في هذا العصر أكثر من غيرهم. والآن زدنا من علمك يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتحدث اليوم عن الإصلاح. والإصلاح يا أخوة الإسلام هو وظيفة الأنبياء. قال شعيب عليه السلام لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقد جعل الله سبحانه وتعالى معيار الإصلاح أساساً لبقاء الأمم وتقدمها. يقول عز وجل في كتابه العزيز في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأنا أريد أن أتبع السبيل القويم لإصلاح حال البلاد والعباد، وأدعوكم جميعاً يا أخوة الإسلام إلى السير على هذا النهج. وأقول لكم ما قاله شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تسمح لي أحضر الدرس يا مولانا؟ الشيخ عارف. يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً. اتفضل اتفضل يا شيخ عارف. يا أهلاً وسهلاً. وحشتني والله يا شيخ عارف، وحشنا مولانا الأفغاني. ها، طمني عليه، هو عامل ايه دلوقتي؟ بخير الحمد لله. وهو فين يا شيخ عارف؟ في بلاد الله الواسعة، لكن السلطان بعت له عشان يكون جنبه في اسطنبول. أكيد بعت له عشان يكون تحت نظره، عشان كده بيفكر كويس قبل ما يوافق. المهم، مولانا بعت لك ده. ده ايه ده يا شيخ عارف؟ ده كتاب ألفه بالفارسية، بيرد بيه على أصحاب المذاهب اللي بتنكر وجود الله. الرد على الدهريين. أكيد مولانا الأفغاني استخدم كل الأدلة العقلية اللي بتثبت وجود الله سبحانه وتعالى. وطالب منك كمان إنك تترجمه للعربية عشان ينتفع به الناس. مولانا يؤمر وأنا رهن الإشارة. المهم، قوم معايا دلوقتي. على فين؟ طول فترة إقامتك في بيروت أنت ضيفي. شكرا يا مولانا، لا أريد أن أحملك أعباء جديدة في غربتك. لا تكمل يا شيخ عارف، مستورة والحمد لله. يلا بينا. يلا. ولا تلي قاسم، خد القضية دي ادرسها كويس، وبعدين قول لي لو بتحب تكتب مذكرة للدفاع بتعتمد سور كل بوان، في أي نقط لو أنت حبيت تجيب حق الموكل بتاعك. سومو لي طون اي تريز امبورتون قاسم، الوقت مهم جدا. بيان سور، اكسكيوزو موا. كيسكي اللي حصل؟ جوليا، أظن حجتك بإني لسه ما اتخرجتش انتهت. أنا عايز منك رد نهائي، هتتجوزيني؟
هاي لجوليا، برافو عظيم. كون جن سيبا، حدد انت معاد. انا لو عليا مستعد اتجوزك حالا لولا اموان كوكوا، لولا مراعاتي لظروف اسم. بيان، نستنى شوي. انا اصلي كان نفسي ارجع مصر، كل حاجه في مصر وحشتني قوي. برون لا بيرميسيون. لا لا، استاذن منه دي صعبه قوي، ده حتى يبقى شيء غير انساني. tu me déroutes حسن. وانا كمان محتار يا جوليا، لكن هعمل ايه؟ امر لله، نستنى شويه وربنا يحلها بمعرفته. لا مؤاخذه يا سعد افندي. في ايه يا مجد؟ عربيه سمو الاميره نازلي واقفه قدام الباب مستنياك. عربيه سمو الاميره نازلي؟ ده النهارده الجمعه، البلد كلها اجازه. تحب اقول لها مش هني؟ لا لا لا، مفيش داعي. ايوه بس انا هركب الملابس دي. لو مالكش رغبه بلاش. لا انا ما عنديش. النهارده عايزين ناكل اكل رز معمر وفطير مشلتت وعسل وكده. تأمر سمو الأميرة. اتفضل. شفت سبقتك ازاي؟ وانا سلمت ورفعت ايدي الاثنين اهو. مالك؟ ها؟ لا ابدا، خطرت في بالي فجأة صورة الستات في بلدنا، لقيت نفسي بحطك جنبهم وسألت نفسي سؤال، هل ممكن نحكم على الستات في بلدنا من خلالك؟ لا طبعا، انا ظروفي الاجتماعية ادتني الفرصة اني احقق لنفسي حاجات الست المصرية محرومة منها تماما. الست المصرية يا سعد افندي محتاجة اللي ينصفها، من حقها انها تتعلم، تشتغل، تسافر، تدير املاكها، باختصار تتعامل كانسان كامل مش كطفل او قاصر محتاج وصاية عليه. شيء جميل ان كل سؤال له عندك اجابة. ودي ميزة ولا عيب؟ لا طبعا اكيد ميزة. علشان تعرف ان كل ميزات. عارف في ايه يا سعد؟ رغم كل محاولاتي لازاله الجليد بيني لسه شايفه في عينيك اسئله وتصرفاتك تحفظ، ليه؟ ما اخبيش عليكي، محتار. وايه اللي محيرك؟ اللي بينا ده تسميه ايه؟ تقدر تسميه سمو الأميرة. نعم. عفوا سمو الأميرة، مصطفى باشا فهمي طالب المؤرخ. أولا النهاردة الجمعة، ثانيا إيه عرفه إنه موجود؟ روح أقدم له حاجة على ماجي. الراجل ده غير محتمل، أهو ده مش من أنصار التعاون مع الإنجليز وبس، ده كمان ما بيحبش غير الأتراك والشراكسة، وعايز يبقى رئيس نظار بأي شكل من الأشكال. وإيه اللي يجبرك إنك تتعاملي معاه؟ يا سعد بطل طريقتك دي في التفكير، أنت عايز الناس تكون زيك بالظبط علشان تتعامل معاهم. لازم تتعامل مع الناس زي ما هم، الصدام والعزل أحياناً ما بيجيبش نتيجة زي النقاش والدفاع عن وجهة النظر المختلفة مع الآخرين. ده لو كان في فرصة لعرض الرأي الآخر. عندك حق، عن إذنك أشوفه عايز إيه وأرجع. اتفضل.
خش جلدن. اتفضل. خير يا مصطفى باشا؟ انا طالب خدمة ما حدش هيقدر يقوم بيها غير سموك. اتفضل. افندينا كل شوية بيطلب مني طلبات مالية ولما ما بنفذهاش بيزعل. ارجوك تشرحي له موقفي. الانجليز كلفوني بنظارة المالية ده لانهم واثقين فيا وواثقين في قدراتي على الموازنة بين الايرادات والمصروفات، وانا مش عايز اخسر الثقة لي. قول لي يا مصطفى باشا، انت ولاءك لمين بالظبط؟ للانجليز ولا للخديوي؟ للاتنين. بتعاون مع الطرفين بقدر الامكان وده لصالح البلاد. للاسف انا مش هقدر اقوم بالمهمه دي. ليه سموك؟ لان مفيش ود بيني وبين الخديوي توفيق، والصله تقريبا مقطوعه بيننا من يوم ما تولى العرش للاسباب اللي كلكم عارفينها. عن اسم سموك؟ أفندم سمو الأميرة. ناديلي سعد أفندي من الجنينة. سعد أفندي جيتي. جيتميش؟ إزاي يمشي من غير ما يقولي؟ قال إنه مش عايز يشغل وقت سموه. اتفضلي. فلاح عنيد. سيت اكسيلون كاسم، فورميدابل. دراسة قانونية من الطراز الأول. أنت كل دراسة بتكتبها بتثبت لي إنك هتكون باحث قانوني ممتاز. أنا أولاً وأخيراً تلميذك يا أستاذي. تعرف قاسم، أنت لو بقيت معنا هنا أن فرانس ممكن تكمل دراستك وتبقى عضو لامع في هيئة التدريس. ممكن كمان تبقى باحث قانوني في جهات كتيرة. اون بليس أنت ممكن يبقى عندك مكتب محاماة بتاعك أنت، مكتب ناجح. أنا بشكرك يا أستاذي على حسن ظنك بي، لكن الحقيقة أنا لازم أرجع بلدي، لأن مصر محتاجة لكل أبنائها المتعلمين في الخارج علشان يقدروا يقربوا المسافة ما بين مصر وبين أوروبا. تريبيان تريبيان قاسم، أنا يعجبني فيك انتمائك، انتمائك لبلدك لجيبت. ميرسي بوكو. فيني قاسم، أنا شايف قاسم أنه بعد التدريبات اللي أنت أثبتت فيها نجاحك كباحث قانوني لازم تتدرب في المحاكم. أنا جاهز. خد القضية دي واستعد للمرافعة فيها. بابا 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 تي توجور بريسي مادلين. مادلين دايما مندفعة كده. الدنيا بتجري بابا، الفولة سويفغ. ما دوسمون دوسمون، أحب الأول أعرفك على واحد من أنبغ الطلبة اللي أنا درست لهم، قاسم أمين ساسي ما فيه مادلين. أنشانتي مادموزيل. أنشانتي مسيو كاسيم. بون ألي بخني بلاس أسيبو. مادلين قاسم ما حبتش تدرس القانون، هي حابة تدرس الفنون. فريمون؟ أي نوع من الفنون؟ لوبيرا إلا ميزيك. آه مادلين كمان دلوقتي مشتركة في عرض كبير أو تياتر. فينا صغاح هون يجيبت؟ سغمو؟ مصر فيها أول دار أوبرا أنشأت في أفريقيا كلها. أنشأها خديوي مصر السابق الخديوي إسماعيل سنة 1869. كان مفروض ليلة الافتتاح يتعرض عليها أوبرا عايدة، لكن للأسف فيردي ما انتهاش من الألحان في نفس الليلة. اتعرض عليها أوبرا لا ترافياتا. الأوبرا المصرية بتعرض عليها فرق أجنبية وفرق مصرية كمان. هو في أن جيبت في فرق أوبرا مصرية؟ للأسف لا، بس مصر فيها مسرح غنائي. الحقيقة المصريين مفتونين جدا بالغنى. Est-ce que vous avez de ballet؟ لا، إحنا أساسا ما عندناش ممثلة مصرية. يعني الفرق المسرحية أن جيبت سون uniquement des hommes؟ يعني مش بالضبط. في فرق بتستعين بعناصر نسائية بيكونوا شوام أو أجانب، وفي فرق مصرية الشباب فيها بيلبسوا الملابس النسائية وبيقوموا بأدوار النساء. بوركوا مش في ممثلات إيجيبسيان؟ تقاليدنا تمنع اشتغال المرأة بالتمثيل، وكمان المرأة المصرية محجبة واستحالة أنها ترتقي خشبة المسرح وهي كاشفة عن وجهها.
أو قاسم، إيه رأيك نروح سوا للتياتر ونشوف العرض اللي فيه مدلان؟ بس اسمح لي إن أكافئ نفسي في حالة مكسب القضية اللي حضرتك اديتهاني دلوقتي ونروح نحضر العرض. آه لا قاسم، أنت لما تكسب القضية احنا هنعمل لك إن جراند ريسبسيون عندي في البيت، حفلة هتفتكر بيها دايما أول قضية اترفعت فيها وكسبتها. Je crois que c'est assez ainsi, Hassan. Maintenant, tu as 3 jours où tu n'es pas capable de parler à Kassim sur le sujet de la mariage. صراحة أنا محرج منه قوي يا جوليا. الحزن اللي في عينيه ماسك لساني عن الكلام. حسن، قولي أنا غيرت رأيك في موضوع الارتباط بيا. Je regrette que je t'aime, Hassan. إذا كنت بتحبيني فتأكدي إني بحبك أكتر يا جوليا. لو إني استغرب من نفسي إني أقول لواحدة كلمة زي دي في بلدنا، ده يعتبر أكبر عيب وضعف من الراجل، والراجل مش مفروض انه يضعف. سي فو حسن، لامور ني با اون فابلس. الحب بيدي الانسان اللي بيحب فورس وثقه، اي ابري سي سون دي بو سنتيمون. من حق الراجل زي الست انه يحس بيها ويعبر عنها، زي ما هو من حق الراجل انه يفرح ويحزن، يتالم ويبكي. سي بوسيبل راجل يبكي؟ Pourquoi non? راجل إنسان من حقه إنه يحس ويشعر، ومن حقه إنه يتألم ويعبر عن ألمه، وده اللي بيفرق إنسان عن جماد. معاكي حق يا جوليا. أنا اكتشفت هنا إن في حاجات كتير اتربيت عليها واتزرعت جوايا بتأيد حرية الواحد في إنه يعبر عن رأيه بشكل إنساني. Maintenant dis-moi. هتكلم كاسم؟ جوفي سي، هحاول يا جوليا. الحمد لله اخيرا انتهيت من الكتاب. معقول يا استاذنا انتهيت من ترجمه كتاب الشيخ الافغاني في الرد على الدهريين؟ انا مش خلصته، بس أنا اكتشفت إن الكتاب صغير، عشان كده عملت مقدمة للكتاب تعادل الكتاب نفسه، تعرف الناس بحياة هذا السائر العظيم. بسم الله ما شاء الله. تعرف يا شيخ عارف، أنا حاسس إن فترة وجودي في بيروت من أغصب فترات حياتي في الإنتاج العلمي. ربنا يزيدك علم وينفع الناس بعلمك. متشكر يا عارف. العمل بيسرق الوقت، حان وقت النوم. هيا بينا. غريب، مين اللي جاي في الوقت المتأخر ده؟ مساء الخير. مساء النور. هو انت ساكن الشيخ محمد عبده؟ ايوه خير. تليجراف من مصر. امضيهم. شكرا. مالك يا شيخ محمد؟ أم الولاد تعبانة أوي في مصر. سلامتك. الله يسلمك. أقصى عذاب في الدنيا هو عذاب النفي، السجن يحتمل، الجلد برضه ممكن يحتمل، لكن البعد عن الوطن والأحباب هو العذاب بعيد. مي
Et votre défense était vraiment formidable, Cassin. Et cette réception est faite comme souvenir pour le premier procès que vous avez gagné. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Oh, de rien. Tu sais, Hassan, Kassem commençait à sortir de son tristesse. شكله سعيد فعلا. أنا حنتهز أقرب فرصة وأكلمه. Messieurs, dames, avant tout, Kassem va nous dire un petit mot. Il ne faut quand même pas oublier que cette réception est faite à son honneur. Je vous dis que c'était très utile de venir en France et de travailler avec le professeur Dorneau. Je remercie le professeur Portou pour mes études et pour mon travail avec lui. Je suis vraiment connaissant. Enfin, j'ai décidé de retourner en Égypte avec le premier bateau. قول يا حسن، مش الأصول إنك ترتبط بجوليا قبل ما نرجع؟ طبعاً هرتبط طبعاً، أكيد هرتبط. إيه رأيك يا جوليا؟ سيغتمو، يلا بينا نكل ماما. Thank you.
ولدنا قاسم حبيبي، وحشتني خلبوط، وحشتني وحشتني قوي ولدنا، وحشتني أمي. كفاية كفاية يا فندم كفاية، قاسم مش ابنك لوحدك، ابني أنا كمان، ابني تفيدة هاني. حسن أمي حسن وحشتني ابني حبيبي، ازيك حبيبي؟ ازيك أمي؟ الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك أمي. جوليا مراتي. مراتك؟ جوليا سلمي على أمي. أمي سلمي عليها مراتي. أم محمود مراتي. أهلا وسهلا. أم مصطفى مراتي. أهلا وسهلا. ودي أمنة مراتي. أهلا وسهلا. معقولة يا جوليا؟ أنا متجوز واحدة فعلا، لكن بأربعة؟ نو حسن، جو بارل سيريوزمون. جد إيه يا جوليا؟ جوليا، والدي ده راجل كبير، يعني من الجيل القديم، وبعدين ده لا تعلم ولا سافر أوروبا. أنا خايف. Je voudrais rentrer en France. معقولة يا جوليا؟ عايزة تسافري وتسيبي حسن حبيبك لوحده هنا؟ أرجوك يا جوليا، أرجوك تثق فيا، وأنا حاسبت لك إنك عندي بالدنيا كلها. يلا يلا روحي غيري هدومك يلا. حسن قالوا انه ما بديسي. الحقيقه والدي عايزنا نعيش معاه هنا في الفيلا. نو امبوسيبل حسن، لازم نكون موقت وصل. ايوه جولي حبيبتي، ما هو عشان نعيش لوحدنا لازم يكون عندي شقه. هو انا ممكن اقنع والدي انه يشوف لي اي شقه في عماره من عماراته، لكن العفش بقى انت عارف انا لسه ما اشتغلتش يعني. سنفغ يا حسن، ممكن نبدا بحاجه بسيط وبعدين نكبر، المهم نكون انا وانت سول. معقول يا باشا تعب نفسك وجاي لغايه هنا مخصوص علشان تبارك لولدي؟ لا ده كتير. ده كلام امين بيه؟ قاسم ده ولدي وانت اخويا، ربنا يديم المعروف. ها هو فين؟ جاي حالا. اتفضل عطفت له. تعال يا قاسم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. الحمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلم سعادتك. درست القانون على اصوله في فرنسا؟ طلعت الاول على الدفعه. عظيم عظيم عظيم. اتفضل يا فتله. اتفضل. العفو يا فندم. اتفضل سعادتك. تحب بقى تشتغل في انهي نظاره؟ والله سعادتك انا لسه ما فكرتش في الموضوع ده. فكر على مهلك. انا هكلم نبار باشا رئيس النظار بخصوص تعيينك في الحقانيه. سعادتك دايما صاحب افضال عليا يا عمي. عظيم. احكي لي بقى يا بطل، عملت ايه وشفت ايه في فرنسا؟ هذا هو الكتاب، ستجد فيه بغيتك. ممنون كتير. Thank you.
مالك يا شيخ محمد؟ لما كل هذا الشرود؟ أم الولاد بيشتد عليها المرض كل يوم أكتر من اللي قبله. شفاها الله يا رب، قادر على كل شيء. لما لا ترسل لؤلؤ الأمر في طلب العفو؟ يا شيخ إبراهيم، أكتب إلى الخديوي أو اللورد كرومر الإنجليزي؟ صعب على نفسي، صعب. الغلبة لها أحكام، ما أقصى هذه الأحكام. ورغم هذا فعلينا أن نتحمل قسوتها. أنا أفكر في أن أكتب إلى بعض الأصدقاء في مصر للتوسط لدى أصحاب الشأن لطلب العفو. أما أن أكتب إلى الخديوي أو اللورد كرومر فده محال. يا شيخ إبراهيم، لو أنا طلبت العفو منهم النهاردة مش هقدر بكرة أواجههم. بإذنك يا شيخ إبراهيم، فقد حان موعد الدرس. تفضل يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون درسنا اليوم يا أبنائي في الأدب، وتحديدا في الشعر، وسأقرأ عليكم بعض. عفوا يا شيخنا، هل جئنا إلى هنا لنتعلم ديننا أم لنتحدث في الأدب ويأخذنا الحديث إلى الحب والغزل وغيرهما من أمور الفسق؟ يا أخي، هل ترى أن الشعر حرام؟ قطعا. ألا تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عفى عن كعب بن زهير بعد أن أباح دمه لأنه قال فيه قصيدة؟ ربما كانت قصيدة دينية جليلة وليس فيها غزل أو هجر. يقول مطلع القصيدة: بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول، وبانت أي ابتعدت، وقلبي مدبول أي فاقد للصواب لفراق المحبوب. حتى لو حدث هذا فمحال أن نترك طاعة الله لنتحدث في معصيته. يا أخي، من قال إن الشعر معصية؟ جاء في القرآن قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يا أخي، هل تشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بالحلال والحرام؟ بالتأكيد لا أشك في هذا. هل تظن أن الرسول كان يعرف أن الشعر حرام ومع هذا كان يرعى الشعراء؟ لا. ماذا تقول إذن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتضن الشاعر حسان بن ثابت ويحثه على هجاء المشركين؟ يا مولانا، أنا لا أرغب في الاستماع إلى حديث عن الأدب، اسمح لي بالانصراف. لك ما تريد يا أخي. شيء مؤسف يا أبنائي أن نشغل أنفسنا بمناقشة أمور في الدين قد تم حسمها منذ زمن طويل. أولى بهذا الوقت والجهد أن نبحث في أمور ديننا بما يطور حياتنا ويدفعها إلى الأمام. يا أبنائي، الدنيا من حولنا تجري، أوروبا كل يوم تفتح بابا جديدا للعلم، بينما نحن المسلمين في حالة سكون. قاسم وحسن، معقولة؟ إيه المفاجأة الحلوة دي؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا قاسم. الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على السلامة. باني الله يسلمك. ازيك يا حسن؟ ده يا راجل انت ابعت لك تلغراف ان احنا جايين، ما تجيش تقابلنا. والله ما شفته، انا كان عندي قضيه في اسيوط بترافع فيها. على كل حال الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتكم انتم. الله يسلمك. اتفضلوا. اهلا اهلا. قول لي يا ابو علي، اخبار الحريم ايه في بلاد الفرنجه؟ ابو علي يا سيدي اتجوز من اولاد الفرنجه وبطل بصبصه خلاص. معقول؟ دي معجزه. اهي حصلت يا سيدي، ودلوقتي خايف للبنايه تسيبني وترجع بلدها.
هي لحقت؟ ما هي اصلها اول ما حطت رجلها في بيتنا ابويا راح مقدم لها طابور الحريم الخاص بيه. ايه ده؟ هو انت ما كنتش مديها فكره قبل كده؟ لا طبعا، وانا لو كنت قلت لها حاجه كانت وافقت تتجوزني اصلا. المهم قول لي انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انا حكايتي حكايه. المهم سيبكم مني انا دلوقتي، وانت يا اسم سيب قاسم دلوقتي يا سعد. لا 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 لا، الكلام كده مش هينفع. احنا لازم احتفل بعودتكم احتفال كبير قوي. لا الاحتفال ده بقى عندي انا، وانا كده هقول على المفاجاه. جوليا ناويه تحتفل بعيد ميلاد قاسم يوم الخميس الجاي، وفي شقتنا الجديده كمان. عيد ميلاد؟ ايوه، ده اصله تقليد اوروباوي. حماتي كانت بتصر انها تحتفل بعيد ميلادي وعيد ميلاد قاسم كل سنه، وطبعا مراتي طالعه لامها. ايه رايك يا قاسم؟ انا شايف انها فرصه كويسه اني اشغل جوليا. ايوه طبعا، ان شاء الله نحتفل بيه مع بعض. الونو يا ايه ده كله؟ مش تفهموني يا ساده هنعمل ايه بالظبط؟ دو تروا. شكر جدا يا حسن. كل سنه وانت طيب. انت طيب. بون انيفرسير كاسم. ميرسي. كل سنه وانت طيب يا اسم. وانت طيب يا سعد. وبالمناسبه دي بصفاتكم اعز واقرب صديقين ليا، احب ابلغكم حاجه مهمه بالنسبه لي. خير يا قاسم ان شاء الله. تم تعيين اليوم بالنيابه المختلطه.